ولكن احنا ان شاء الله ضاغطين على هذه الشركات وبنحل لهم كل مشاكلهم نخلصها في ديسمبر 21 اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. ده القاهره اسكندريه وبنها الزقازيق بورسعيد. يتبقى القاهره اسوان. قبل القاهره اسوان هيفرق ايه التلاتة دول اللي هنخلصهم؟ هيفرق ايه؟ هيفرق ان ما عادش هيبقى فيه تهديات على السكة، لان التهديات بتتم ليه التهديات؟ بنقول للقطر انت هتمشي هنا ليه بخمسة كيلو تمانية كيلو في الساعة في المنطقة، لان احنا مفكين ما يسمى بفك الارتباط. فكنا الارتباط يعني مفككين السكة بنجددها ومفككين ربط السكة بالابراج. ابراج السيطرة والتحكم بتاعت السكة بتمشي يدوي باوامر يدوية. عشان كده بنشتغل طول الليل ونيجي الصبح نرجع السكة تاني علشان القطارات تمشي، بس بتهدي في الحته دي. فبيحصل تاخيرات. عشان كده انا طلعت قلت ايه ومع حضرتك ومع قلت لو سمحتوا استحملونا شويه. البديل ان انا اوقف السكه الحديد. وفي كل دول العالم بتعمل كده. انا فاكر السكه الحديد طول الليل وبشتغل فيها، باجي الصبح ارجعها تاني زي ما هي عشان القطارات تكمل، بس بتيجي في المناطق دي وبتمشي بسرعه 8 كيلو. ديسمبر اللي جاي هنكون خلصنا القاهره اسكندريه والزقازيق ان شاء الله بورسعيد. القاهره اسوان.